صباح الفل، كل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي بتتفرج عليا، جماهير قناة مهندس كورة. احنا لسه ما وصلناش لألف سبسكرايبر، بس انتوا بالنسبة لي والله العظيم حاجة كبيرة، ربنا يعلم. يعني اتمنى بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو على طول كده، بس عايزين نوصل الفيديو ده ليه. بص انا مش طماع، هم 10 لايك، شفت؟ متخيل الناس تطلع على اليوتيوب يقعدوا يتكلموا بقى كل القنوات عايزين نوصل الفيديو ده ل 100000 لايك، ل 10000 لايك. يا عم انا هم 10 لايك زي الفل والله، رضا الحمد لله رب العالمين. فعايزين نوصل الفيديو ده ان شاء الله 10 لايك، وعايزك لو بعد ما تتفرج على الفيديو كده باذن الله تقول لي في اي كومنت يعني انت رايك ايه في الحلقه، او اي تعليق او اي حاجه ممكن تقولها لي اطور بيها المحتوى، زائد ان انت تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك. انزل اعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، واعمل شير كده حلو عشان اصحابك ييجوا. يعني المهم، حلقة النهاردة هتبقى بمنتهى البساطة عن الانتقالات اللي بتحصل في الدوري المصري. بص الموضوع بقى مرعب، يعني الموضوع بقى غريب. بيراميدز مثلا عامل لغاية دلوقتي يجي 6 صفقات، يمكن كان اخرهم جون انتوي من مصر المقصة. الزمالك النهاردة المفروض في مؤتمر صحفي كبير الزمالك هيعمله علشان يعرض صفقاته اللي جابها الموسم ده. الزمالك لغاية دلوقتي احنا جبنا يعني ابو جبل وعواد، خلاص بيقولوا تقريبا صفقته خلصت، زائد ان بن شرقي ونجم والواحد والله من كترهم نسيهم مين تاني، وجبنا ومشينا عمر صلاح ومشينا عماد السيد ومشينا داوودة ومشينا مدبولي، مشينا مين تاني يعني. في المهم انتقالات كتير قوي حصلت، والاهلي ما شاء الله عن 900000 انتقال برضو، والزمالك 1000000 انتقال، ومصر المقصة قصدي بيراميدز عامل 2.5 مليون انتقال، حاجات كده اقسم بالله يعني تحس ان الدوري المصري ما فيهوش غير ال3 فرق دول، بقيه الفرق يا عيني شغاله استثمار، عارف انت استثمار عقاري، يجيب اللاعب من دول يطلعه يدربه يكبره ياكله يشربه. بس هو برضه موضوع ذكاء، بس اكمل لكم يعني. وفي الاخر اللاعب ده لما يشتهر او يعني يطلب من الانديه بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما اللاعب بيفضل يطلع في الاعلام ويقول لك انا عايز العب للاهلي او عايز العب للزمالك ويتخانق مع ناديه اللي طلعه وكبره ورباه يعني علشان يروح النادي الجديد اللي هو عايزه. طبعا ده بيحصل بعد ما النادي، يعني تمثيليه محفوظه كده، بعد ما النادي اللي هو ربى اللاعب يغالي في السعر بتاعه ويبقى عايز يبيعه بدشليار جنيه، فالنادي التاني اللي عايز يشتري اللاعب ده يروح يقول له مش عارف ايه، هو شو من الاخر. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يمكن انا متوقع ان النادي الاساسي اللي هو مثلا تعالى مثلا نتكلم في صفقه عواد بتاعت الاسماعيلي والزمالك. طيب حلو، عواد بعد ما رجع من السعوديه يعني لعب تقريبا 30 ماتش دخل فيه 38 جون، يعني انا مش عارف حجم الاجوان اللي دخلت دي ليه، بس يمكن علشان الفريق اللي كان عواد بيلعب فيه ما كانش مثلا قوي قوي يعني هو ده الموضوع اللي احنا بنتمناه يعني، لان عواد المفروض كويس، يعني عواد معروف من زمان ان هو كويس واتظلم ومش عارف ايه، ليه اخطاء غريبه شويه بس مش مشكله. المهم فتعالى مثلا نتكلم بمنتهى البساطه عن صفقه عواد. عواد الاول الزمالك قال لك انا عايزه، بعد كده قال لك لا ده الاهلي هيخش في الصفقه، بعد كده طلعوا قال لك الاهلي اصلا ما عرضش على عواد، طلع بعد كده عواد قال لك انا لو الاسماعيلي ما ودانيش للزمالك وفضل يغلي في السعر كده انا مش هروح، مش هلعب في الاسماعيلي وهمشي واروح نادي بره، ومن النادي اللي بره هطلع على الزمالك بعد كده علشان الاسماعيلي بيغالي قوي في سعري. بعد كده دخلنا في قصة ثانية اللي هو ان عواد جه للزمالك خلاص والاسماعيلي وافق بعد ما عواد ضغط على الاسماعيلي علشان يديهم فلوس من الصفقة بتاعته ويبقوا طرف في الصفقة بدل ما يمشي ببلاش. راح الزمالك خلاص قال لك انا اشتريت عواد وهعلن عنه في المؤتمر الصحفي النهارده ان شاء الله يوم الاربع. بعد كده طلع عواد بعد كده طلع اتكلم قال لك
انا رايح، رحت الزمالك بس هتنازل عن مستحقاتي او جزء كبير من المستحقات عشان اوصل واروح الزمالك. من الاخر ومنتهى البساطه عشان بس نبقى واضحين، ماشي؟ مبدئيا انا زملكاوي والناس كلها عارفه ان انا زملكاوي، بس الحمد لله رب العالمين كل الناس اللي عارفاني عارفين ان انا بتكلم بفضل الله، بتكلم بمنتهى الحياديه عن الزمالك او عن الاهلي او عن اي حد. فانا لما اكتر حاجه بتضايق منها الناس اللي تتناقش بعدم احترام او الناس اللي تخش تشتم. قول رايك لكن ما تشتمش او تتناقش، انا زملكاوي. بس من الاخر يعني انا شايف ان 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 حاجتين في صفقات الزمالك، يعني يمكن احنا كسبانين من صفقه اوناجمو بن شرقي ان شاء الله تتم يعني باذن الله، كسبانين جدا باذن واحد احد، والاثنين متعودين على لعب بعض والاثنين كويسين. اوناجمو اتصاب ومستواهم ازاي الاول، بس ايا كان مستواهم ازاي الاول بس في الاخر هو نجم يعني، هو كان شايل في يوم من الايام فريقه على كتفه يعني. فنتكلم بقى عن صفقه محمد عواد وصفقه ابو جبل او جابسكي. طيب عشان بس اللي ما يعرفش، ابو جبل دلعه او لقبه او كنيته يعني جابسكي. المهم فنيجي نتكلم عن عواد. عواد حارس كويس، وطبعا انا مبسوط جدا ان هو جه الزمالك وكل حاجه في الدنيا جميله، لكن الشو اللي حصل انا مش مقتنع بيه مبدئيا يعني. ما هو يا اما الاسماعيلي اتفق مع عواد ان لما لقى الزمالك خلاص هيفرط في عواد وجاب جابسكي والفلوس هتروح، وعواد والزمالك مش هيدي الاسماعيلي 35 مليون جنيه ومش عارف اتنين لعيبه عشان خاطر يجيب عواد، فالاسماعيلي قال لك الرقم ده كله هيروح مني، فقال لعواد ايه اعمل شو واعمل ان انت عايز تروح الزمالك واحنا هننزل في الصفقه بس عشان خاطر ايه ما يبقاش شكلنا وحش ونزلنا في الصفقه ورضخنا للزمالك، لا انت قول ان انت لو ما ودناكش الزمالك انا همشي واروح نادي بره ومش هدي الاسماعيلي فلوس، فاحنا عشان خاطر كده وعشان عايزين نكسب فلوس قدام جماهيرنا فهنبيعك بعد ما انت تعمل القصه والحوار دي كل الحوار ده كله، وناخد يا عم 35 مليون واتنين لعيبه يا عم وايه، وكفى الله المؤمنين شر القتال، واطلع انت بعد كده اعمل شو وقول انا اتنازلت عن مستحقات ليه عشان امشي والهربق ده كله. كلنا عارفين مع احترام الكامل لجماهير الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي خلاص يعني الاسماعيلي قلب نادي استثماري بحت، اي لعيب عنده يبقى كويس خلاص بيع بيع بيع. طب وبعدين وبعدين هتنافس على ايه؟ طب وجماهيرك دي ذنبهم ايه؟ ايه الاستثمار ده؟ انت نادي استثماري، انت نادي استثماري حاليا. انا بقول ان صفقه محمد عواد مبدئيا 35 مليون واتنين لعيبه من الزمالك دي لو فعلا بالرقم ده فاحنا يعني وجهه نظري ان احنا اتضحك علينا. ناس تقول لي اتضحك عليك في عواد 35 مليون جنيه ليه يا جدعان في حارس مرمى ليه؟ طب والله العظيم اقول لك على حاجه ثانيه، الصفقه الثانيه انا شايف ان احنا اتضحك علينا فيها، انا استغليت تاني، انا استغليت ال 15 مليون ولا 13 مليون اللي اتدفعوا في ابو جبل. والله العظيم استغليهم. 13 مليون جنيه في ابو جبل بعد ما كان عندك في الزمالك احتياطي تالت وانت مش مقتنع بقدراته كاداره ومشيته علشان مش مقتنع بقدراته، ورجعت بتدور على حارس تاني ما لقيتش اي حارس في مصر ممكن تعرف تجيبه او حارس كويس دلوقتي، ورحت جبت محمد صبحي الحارس حارس مرمى منتخب مصر الاولمبي بالتبادل مع مصطفى شوبير، جبت محمد صبحي عندك الحارس الشاب ده ومشيت عمر صلاح، ورحت جايب ابو جبل مع احترامي الكامل ليه ورحت ممشي عماد السيد، جبت ابو جبل بكام؟ ب 13 مليون واتنين لعيبه، مين الاتنين اللعيبه؟ هم عمر صلاح وداوده. طب جبت عواد بكام؟ ب 35 مليون واتنين لعيبه، مين الاتنين لعيبه؟ احنا عرفنا منهم واحد لغايه دلوقتي اللي هو مدبولي، مش عارفين التاني مين، او لسه النهارده في المؤتمر الصحفي هيحدد بالظبط، لان اقاويل يعني كثرت الاقاويل في القصه دي. فانا شايف ان انت صرفت بما يعادل 50 مليون جنيه علشان تجيب اتنين حراس منهم واحد هيمشي، افتكروا كلامي لما جنش يرجع ان شاء الله، لان جنش ما ينفعش يمشي، جنش مش هيتفرط فيه او يمشي غير في حاله واحده، جنش مش هيتفرط فيه ويمشي غير في حاله واحده ان هو يرجع من الاصابه، مش جنش بتاع زمان، ساعتها في ثانيه هيتزحلق، في ثانيه هيتزحلق. لكن محمد لكن ابو جبل يعني انا من الاخر شايف ان ابو جبل احنا كزمالك بنعمله ترانزيت، يعني اللي هو ايه عارف انت الاكس بتاعنا، فاتخانقت مع صاحبتي الجديده فروحت مرجع صاحبتي القديمه، فلما صاحبتي الجديده انصالح هروح ممشي صاحبتي. ايه يا عم في ايه؟
عارف اللي هو انت ايه، انت يا عم مصاحب واحده خلاص، بعد كده اتخانقتوا مع بعض فجبت واحده تانية يعني ايه تنسى بيها الاولانيه، فجنش دلوقتي مع الاعتذار لتشبيه ان جنش وابو جبل واحده، مش قصدي كده، انا بتكلم عامه، فانت جبت واحده تانية تنسى بيها الاولانيه، حلو جدا كل الكلام ده كله. بعد كده رحت انت بقى لما الاولى بقى ايه رجعت تاني ورجعت لك، فانت رحت بايع التانية اللي انت جبتها. هو فلوس يا جدعان بترمي على الارض، خلي بالك انا بقول القيمه 50 مليون جنيه، يعني بما يعادل او تقريبا 50 مليون جنيه. انا ما حسبتش قيمه الاربع لعيبه اللي مشيوا بكام اصلا، يعني لو قلنا اربع لعيبه الواحد فيهم بكام، نقول يا عم الواحد فيهم ب 12 مليون بس، خليها متوسط، يعني انت تقريبا مفرط في 100 مليون جنيه عشان اتنين حراس منهم واحد هيمشي اكيد ان شاء الله، يعني لو جنش ان شاء الله باذن الله رجع سليم زي الاول. فده كده في الهوا. وبعدين جبت بن شرقي، جبت ونجم، حلو، كل ده جميل، انا معاك. محمود علاء ممكن يمشي، الله اعلم، يعني ربنا بس يقومه بالسلامه، وكان جاله ارتجاج في المخ في اخر ماتش. طيب ايه تاني؟ هتجيب مدير فني اجنبي في خلال اسبوع، ماشي، هتمشي امتى بقى؟ بص احنا دلوقتي فات قد ايه على الحلقه؟ 11 دقيقه ونص. برضو لو بتفرج ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناه وشير لو عجبتك الحلقه، ما تنساش ما تضيعش مجهودنا. المهم جبت كل الناس دي، حلو، هتجيب مدرب اجنبي، جميل، هتمشي امتى؟ ده سؤال الحلقه، اللي هيجاوب عليه هيكسب جنيه. والله العظيم المشكله مش في اللعيبه. تاني، الاداره عندنا ما عندهاش صبر على المدربين ولا على اللعيبه ولا على الجماهير، الاداره ما عندهاش صبر، دي مشكله كبيره قسما بالله، والله مشكله كبيره. الاداره ما عندهاش صبر، ما فيش صبر، ما بنصبرش على اللعيب، ما بنصبرش على المدرب. المدرب خسر ماتش اتنين التالت، يا نهار اسود، اتكل على الله. طب ما هو مدرب جديد، هو مدرب جديد، الفريق حلو وكل حاجة، انت جبته. الطبيعي في كرة القدم ان لما بكون جاي الفرقة واخدة بطولة، تاني لما بكون جاي الفرقة واخدة بطولة وعندها نشوة كده ومنتشية كده، بخش عارف اللعيبة فين وعارف الدنيا فين وفرقة كويسة وقوية، وبخش بكمل على اللي عمله قبلي او اللي حصل قبلي، وببدأ ان انا العب وفي لعيبة عندي نجوم والكلام ده كله. لما بكون داخل على فرقة عندها احباط عشان خسرت بطولة في اخر كام ماتش، وهي اللي خسرت لنفسها الماتش، هي اللي خسرت لنفسها البطولة، باجي بجمع شتات اللعيبة، بعالجهم نفسيا قبل بدنيا. يا جماعة والله لعبة الزمالك محتاجة تتعالج نفسيا قبل بدنيا، مش تعالج ان هم مرضى، لا، محتاجة تتم التعامل النفسي معاهم. طب ما انا لعيب بطلع بلعب ماتش حلو الاداره بتشكر فيا، بلعب ماتش وحش بيتلعن سلسفيلي، مش كده؟ والله ما كده، والله العظيم ما كده. انا نفسي يعني ايا كان مين اللي بيشوف الحلقه، اللي هيشوف الحلقه ايا كان هو مين، حتى لو حد من اداره الزمالك، يتقبل الموضوع بصدر رحب. يعني احنا ما بنغلطش في حد، ما غلطناش في فرد ولا ذكرنا حد بالاسم، انا بتكلم عامه، انا دي طريقتي عامه في الطبيعه يعني. فنتكلم بمنتهى البساطه والموضوعيه، ليه؟ والله اللعيبه محتاجه تدربهم نفسيا قبل ما تدربهم بدنيا وفنيا وتكتيكيا وتمرينيا وتريتريا واي حاجه، دي اهم نقطه في الموضوع. لكن انا مجرد لا، انا بطلع واللعيب مش عارف ايه والمدرب يجي. طب ماشي، المدرب الاجنبي اللي جاي عندك كاس سوبر افريقي، اراهنكم على اللي انتوا عايزينه ان المدرب هيجي، لو خسر كاس السوبر الافريقي هيطلع هيتقال عليه في الاعلام من الاداره ايه، معلش اول ماتش ومش عارف ايه، مش هتشتم بس خلاص كده، هو كده ايه اتحط في الدماغ، لو خسر السوبر الافريقي
افتكروا كلامي، المدرب بتاع الزمالك مش هيكمل الدور الاول مع الزمالك، او لو كملوا مش هيكمل الموسم. افتكروا كلامي. ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. لو عجبكم الفيديو باذن الله منساش لايك شير سبسكرايب كومنت، فعل جرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش ان شاء الله الحلقة اللي جاية باذن الله هتكون، يعني انا الحلقه دي كنت ناوي اتكلم عن صفقات الدوري المصري كلها والله، معلش انا قبل انا ختمت بس حبيت اقول لكم حاجه سريعه. بس انا الحلقه دي كنت ناوي اتكلم عن صفقات الدوري المصري كلها، لكن الموضوع خدني او اتعصبت او اتنرفزت بسبب صفقات الزمالك الجديده. يعني انا ما عنديش مشكله الصفقات حلوه، انا مش قصدي كنوعيه الصفقات او خامه الصفقات، لا كان قصدي بالذات يعني انا اللي بتكلم عليه تحديد الحارسين المرمى اللي احنا تقريبا خسرنا فيهم 100 مليون جنيه ولا 90 مليون جنيه، رقم كده ضخم يعني، اللي هو بالفلوس اللي اتدفعت لناديهم زائد اللعيبه اللي راحت، يجي 4 لعيبه ولا 3 لعيبه، فرقم ضخم يعني دفعنا فيهم كتير يعني من 80 ل 100 مليون جنيه في 2 حراس مرمى، وانت عندك حارس بس مصاب، وعمر صلاح كان بس محتاج ياخد الثقه كان هيقدر يكمل معاك يعني ويلعب ويرجع تاني، بس هو كان محتاج ياخد الثقه يعني. فان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله، طالما دي مشيت كده غصب عننا عن الزمالك، يبقى الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون عن صفقات النادي الاهلي ان شاء الله. مستني رايكم زي ما قلت لكم، معلش طولت عليكم. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناه مهندس كوره. سلام عليكم.